السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعينا على اليوتيوب. احنا النهاردة وفي حاجة جديدة خالص، هو قصر محمد علي. ده متحف قصر الأمير محمد علي. الأمير محمد علي توفيق ولد عام 1875. والده هو الخديوي محمد توفيق الأول الذي حكم مصر في الفترة ما بين 1879 و1892، وهو سليل أسرة محمد علي الكبير. والدته هي الأميرة الجميلة أمينة إلهامي، وهي أيضا سليلة أسرة محمد علي الكبير، وقد كان شقيق الأصغر للخديوي عباس حلمي الثاني الذي حكم مصر في الفترة ما بين 1892 ميلادية وحتى عام 1914 ميلادية، حيث تم عزله من قبل الإنجليز. وكانت شخصية الأمير محمد علي توفيق تتسم بالثقافة العالية وحبه للسفر والترحال الدائم، كما كان محب للثقافة، وعرف عنه شغفه باقتناء التحف والأعمال الفنية المتميزة، وله أيضا العديد من المؤلفات بلغات مختلفة. وكان محمد علي وليا للعهد لعرش مصر والسودان مرتين، الأولى ما بين عامي 1893 وحتى عام 1899، والثانية عام 1936 ميلادية وحتى عام 1952. فبعد وفاة الملك فؤاد الأول عام 1936 أصبح الأمير وصيا للعرش للملك فاروق، والذي كان يبلغ من العمر حينها 16 عاما فقط. وعندما عزل الملك فاروق عن حكم مصر في يوليو سنة 1952 من قبل مجلس قيادة الثورة، ظل يحكم مصر حتى يونيو 1953، حيث تم إعلان مصر جمهورية. وقد قضى الأمير محمد علي على ما تبقى من حياته في المنفى، وتوفى في لوزان في سويسرا في عام 1955. ويبقى قصر المنيل بحدائقه الواسعة شاهدا على تلك الحقبة التاريخية. وقد تم تأميم القصر عام 1953. ومن الجدير بالذكر أن زيارة قصر المنيل رائعة وجميلة جدا وغير مكلفة، ولكن إذا ما رغبت في تصوير الفيديو فستضطر لشراء تذكرة ب 300 جنيه للتصريح بتصوير الفيديو، ولذلك فحصريا قد قمنا بتصوير فيديو لقاعة العرش الرائعة ولبعض جوانب القصر. أرجو أن تستمتعوا بهذا الفيديو، وإلى اللقاء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا شرفونا دائما برؤيتكم ومشاهدتكم لقناتنا، وفضلا ضعوا لايك واشتركوا في القناة، ولن يكلفكم ذلك شيء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجددا.
ده مجسم من الخشب لمسجد محمد علي باشا بالقلعة، وانشئ في الفترة ما بين 1830-1848، وقد بني هذا المسجد على نسخ المساجد العثمانية وخاصة مسجد السلطان أحمد في اسطنبول. شوف الفيديو ده لسه ما طلعتش. Thank you.